وإلا فاليوم استهدف الدكتور عبد الرزاق، وغدا سيستهدف غيره من الدعاة ومن العلماء ومن مشايخ القبائل ومن الشخصيات الاجتماعية، فإننا نواجه عدوا لا يبالي بدين ولا كرامة. وإن ظاهرة استهداف الشخصيات العلمية والدعوية والاجتماعية والخيرية ظاهرة سلبية، لا يتنصل أحد منا من المسؤولية في القيام لمواجهة مثل هذه الظواهر السلبية. وأتكلم عن نفسي، أنا أول الأيتام، أول من انصدمت وأول من يتمت بعد أبي وأمي ثم الدكتور عبد الرزاق بن محمد البقمة، فهو الشخص الذي آواني بعد ان جيء بي من خارج المملكه يعني من الهند، بعد ان تلقيت العلاج هناك وقطعت كل الامال وقفلت كل السبل في وجهي ولا ادري اين اروح. ونحن من محافظه اب طبعا، والكل يعرف محافظه اب خيرها، فلم يكن لدينا اي طريق اخرى الا اللجوء بعد الله سبحانه وتعالى الى مارب عامه والى الدكتور المقدور الشهيد عبد الرزاق بن محمد البقمة رحمه الله عليه. اللهم افضح كل يد مشينه غدرت بك، اللهم افضحها اللهم افضحها في وضح النهار، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك في الدنيا والاخره يا رب العالمين.